سنقول انت عم تدوري على الكنز اللي موجود بقلب الدبدوب مو هيك؟ ايه عم دور عليه بس نسيانه وين حطيته. لو بتذكر كانت انحلت كل مشاكلنا يا روحي. بس انا بعرف وين موجود خالي سنقول. عن جد بتعرفي محله؟ لا تخوفيها للبنت. بتعرفي محله لكان؟ طيب قوموا بسرعة طلعوا من الغرفة يلا بسرعة شوي ما بدي عجلة يلا 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 بسرعة لا توجي علينا بسرعة. لا انتو كتار خلص انتو قعدوا هون ونحن منروح يلا عدوا بمحلك تعالي معي غمزة يلا تعالي معي خلينا نفوت لجوا على الغرفة ونحكي مع بعض شوي تعالي اجي معكم انا لا ما بدي حدا يفوت معنا بدي احكي معها لحالي مفهوم تعال تعال يلا اختي لا تنسي كمان انه نحن كمان بهمنا نعرف مكان هالقطع الصغيرة يلي بتضوي خيرية ما ضل شي وما صابنا بسبب هالقطع الصغيرة يلي عم تحكي عنهم هلا رح اسأل غمزة واعرف مكانهم وبعدين رح روح بكرة واعطيهم ليوز بيك وبعدين انا الطريق وهو بطريق مع انه ما بعرف وين رح يكون طريقي بس المهم اخلص بقى يلا نحن رايحين امشي غمزة واحد مننا لازم يتنصت على الباب طبعا لازم يكون شخص ثقة كتير انا ايه تمام رح روح معانا لكن مشان ما تضل لحالك عادي هون اوبا ممتاز يا روحي ها ما بدي اياكي تتوتري بنوب تمام صار عندهم فضول لحتى يعرفوا وين مخبي الكنز لهيك تحمسوا وطار عقلهم من الفرح ها ليكي حبيبتي الكنز تبعي هو عبارة عن أحجار بس حجمها صغير قد حبة الحمص وناعمة وبتلمع هدول بيسمون ألماس ها ركزي معي انتي بتعرفي وين حطيتهم أو شفتيني وقت خبيتهم اها بعرف لأنه رحنا سوا لحتى نخبيهم رحنا سوا لحتى نخبي الألماسات يعني انتي كنتي معي طيب لوين رحنا وقتها ها أعطيناهم لحدا لحتى يخبيهم؟ أي خالة أعطيناهم لأبي مشان يخبي لنا إياهم غمزة شو قلتي؟ بس أنتي أبوكي مات حبيبتي لك خيرية معقول اللي عم تسووا واقفين عم تتسمعوا علينا هلأ شو بدك بهالحكي؟ غمزة حبيبتي ركزي معي قلتي بابا ليش أنتي عندك أب غير يلمس؟ يا خيرية إيه؟ لا أنا عندي بس أب واحد إيه؟ خيرية خيرية أخ منك شو بكي خيرية خيرية؟ يلي سمعته بيطير العقل بس ما يكون يلي ببالي صحيح معقول يكون يا سونغول شو هو المعقول احكي اختي معقول يكون زوجك ما مات ورجع لحتى ياخذ الالمسات وانتي عطيتيه هون بايدك ايوه